خدمات التأهيل الطبي المختلفة من فحوصات وعلاج نفسي وجلسات تخاطب وغيرها من الخدمات المتكاملة التي يقدمها مركز الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس. بنقدم فيه خدمات كل ما يحتاجه الطفل ذوي الاحتياجات في مكان واحد. الطفل بيدخل عندنا على عيادة الطب الأطفال يتكشف عليه، نشوف نوع الإعاقة اللي عنده، ذهنية ولا حركية. لو هي ذهنية بيخش على الطب النفسي، لو هي حركية بيروح الأعصاب. في جو ودي لدعم الأطفال من ذوي الهمم المستفيدين من العلاج الطبي والنفسي في مركز الاحتياجات الخاصة، أقيمت احتفالية مبهجة لتكريم هؤلاء الأطفال. المركز بيقوم بتقديم خدمات للأطفال ذوي الاحتياجات بهدف تأهيلهم وإن هم يبقوا مواطنين نافعين ويعني بيشتغلوا ومنتجين في المجتمع. وإحنا شايفين جنبنا هنا المنتجات بتاعت هؤلاء الأطفال. الأطفال دول محتاجين رعاية كبيرة جدا. المركز عندنا بيقدم العديد من الخدمات للأطفال دول، سواء رعاية طبية، رعاية نفسية، رعاية تأهيلية ليهم. يوفر مركز الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس يد العون للأسر التي يعاني أطفالها من بعض الأمراض كالتوحد وفرط الحركة أو الإعاقات الجسدية والذهنية. بالنسبة للتاجر احنا هنا بقالنا 8 سنين في مركز الطفولة والأمومة، وكانت تاخد علاج طبيعي، تخاطب، مهارات وظيفي، أنشطة سرعية، مهني مع الدكتورة سناء. فبصراحة يعني الحمد لله معظم الجلسات رتاش خلصتها. ليه؟ لأن الحمد لله بقت ممتازة فيها. بصراحة الأخصائيين هنا ممتازين جدا، عندهم ضمير الحمد لله، يعني احنا استفدنا منهم كتير قوي. أنا اسمي تاج جمال عيسى محمود، عندي 13 ونص، بطلة سباحة على القوة، وبجري، وبطلة قدرون واختلاف، وبرقص وبعمل استعداد. على هامش الاحتفالية أقيمت عروض غنائية لإسعاد الأطفال من ذوي الهمم وذويهم. في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم، أقامت كلية الدراسات العليا للطفولة ومركز الاحتياجات الخاصة التابع لها احتفالية لتكريم عدد من الأطفال من ذوي الهمم المستفيدين من العلاج والتأهيل ودمجهم في المجتمع. من مقر الاحتفالية، نشوى صالح، النيل للأخبار.